الله يكسر ايدين يا بسام. طلع لي شو هذا؟ شو عاطف فيها هي؟ هيك على اللون؟ شو هي كمان؟ البدلة الباكستانية هديتها من الامارات. ان شاء الله مو بالكاري. شبك عبو؟ هاي بالكاري. اخي الله يسلم الايدين. مو عم يرجعون. اكلنا خبز وكسر بصل في مطعم احسن من الاختراعات تبع الكاري خاطري. ايوه تخلف، هذا هو التخلف. جماعه ما بكون تتطوروا بالكاري، ما بيعرفوا شو يعني الكاري. اكله والله تقيله انه تكون مرتخي وانا وياها تحت سقف واحد نفس البيت وعينها من عيني، بحبك ما بحبك، هيا من تحت تبن. هاي يا اخي مو ظابطه تاج محل سبي شو؟ والله ما بعرف بسألها. ألو أهلين سميرة. أكل رجا؟ تغديته يعني؟ ليك رجا بدك تلاقي له حل. هلا هذا الموضوع ما رح أحكي فيه. هلا المهم موضوع عملية مالك. الدكتور قال لازم عملية قولا واحدا. قلتي لي قولا واحدا؟ عم أقول لك الولد في خطر على حياته. ليك سميرة هذا الموضوع ما بينحل على التليفون. خلص انا بكره بيجي لعندك ونحكي بكل المواضيع.
وحتى مشكلة رجا، ليكي قولا واحدا، رجا ما بيقعد ببيت جده نهائيا ابدا. ايه خلاص، انا بكره بمرق. ماشي، اهلين. هاي مهورتي، كيفك؟ مأخر شي اليوم؟ ليش في بالعادة؟ ليش في شي مرة سألتك ليش تأخرت؟ ستي مو موضوعنا، امريني. ما يأمر عليك ظالم، بس بدنا لبن. لك اطلبي من عند أبو عبدو، بيبعت لي. ما بدي من عند أبو عبدو، بدي من باب السريجة. كمان جيب معك خبز ساندويش، أولادك جاي عباله. ماشي ماشي، غيره. أمرك أمرك. ايه بس نازواقي؟ في شي؟ اخ، اذا اضل اكتبه انا هيك راح يطلع معي جورج بوش ملك اوغندا. ها بس اوغندا مو مملكه. بعرف، هي المصيبه، مشوش راسي. كفي عني انت شوي، الله يخليك. بعدين قدم لي إجازة لحاكم إمارة تاج محل دخيلك. مو على عيني. لسا ما رحتي؟ ليش ما رح توصلني اليوم؟ لا ما رح أقدر، بدي أروح أجيب شوية طلبات للبيت، بعدين ما بدي أيام تلحقني على الموبايل. أي كلها نص ساعة. والله مشتاق إني وصلك، بس أنت شايفة الوضع. بعدين امسكي خذي تاكسي على البيت. بدك شيء؟ لا. يلا تصبحي على خير. مع السلامة. شوي استاذ وائل وبس. خلص، ليش معطل عن شغلك اليوم؟ شو بتعرفي دوامي مزبوط؟ انت قلت لي صحيح. لا طلعت من الشغل بكير هيك، كنت مالي لطقة روحي والله. سلامة قلبك. الله يسلمك. وين على البيت انت؟ حسرتي يعني وين بدي روح؟ من الشغل للبيت ومن البيت للشغل. انت شي؟ انا عم بتمشى. يعني مو صدفة؟ لا انا اجيت خصوصي مشان اشوفك، هيك في موضوع حابب احكي معك. خير في شي؟ يسعد مساك شاويش. انا بتعرفني ما بحب العجقه والعياط، بحب الهدوء والرواق. عبود عبود لك مين؟ عبود هالمره عن جد مو عندود. شبخ خايف، شبخ خايف، شو ساويتها تحتها؟ عبود ليش؟ شو اللي ليش؟ بتعرف انك تافه ولا؟ لك اليوم تتحركش فيه معي ولد صغير، بتعرف ليش ما ذبحتك بوقتها؟ ما ذبحتك مشان هالولد ما يشوفك دم عم يسيح، والا قسما بالله العظيم كنت ساويت مصارينك شوطت. عبود مشان الله شيل السكي من ايدك. شاويش هالمساجين مو على عبود. عبود شو بدك مني لك عبود؟ ما بدي منك شيء، بس لا تشاكلني، مشاكلك انت وحامد مالي علاقة فيها. ماشي؟ مو لشيها، بس لاني بحب الرواق وشكلك لك يا شاويش طولت بين ايدي. شايف قديش خويف؟ شو قلع لك ياها؟ بصيروا طقم والله احلى. بس ماشي هالمره كرمال الجيره وحسن النيه روح براءه، مشان ما تقول اخذتك غدر. ولك عبود انا كان قصدي انه نحط ايدينا بايدين بعض ونشتغل سوا. افكر، مع انه مو شغلتي ولا الي مراق فيها، بس بحسبها تيسر هلا بخاطري. ماشي، دق جديد، صفحه جديده. مشان ما تقول عطيتك ظهري. لا يا عبود اصحاك. يا
بسيطة يا عبود، بسيطة. شو عليه؟ أنا كنت مفكرة إنه الشغل أهون من القعدة بالبيت، بتعرفي القصة أكبر من هيك بكتير. طبعاً الحياة كلها تعب. حتى بالتلفزيون بيقولوا إنه المرأة بتلاقي حالها بالشغل، وبهذا الكتاب اللي عطيتني إياه يعني جايبين سيرة هالحكي كمان. إيه مزبوط. شوفي، أهم شي بالدنيا إنه ما فيها شي ثابت، كل شي بهالدنيا متغير. أنا مرة سألتك شو بدك مني وما جاوبتني. مروة هلأ إذا أنا بطلت شوفك، يعني ما عاد سألت عنك أو ما بقى التقينا، يعني هذا الشي بيضايقك؟ ما بعرف، يمكن. طيب حسيتي شي مرة إنك حابة تتصلي فيني وتحاكيني؟ أحياناً هيك بلاقي حالي مرتاحة، بيقوم بيجي على بالي أقعد أنا وياك ونحكي، بس بقول لحالي إيه والله مو مزبوط، يعني بقصد مشان الست سميرة، بس برجع بقول لحالي إيش عم نساوي شي غلط نحنا؟ عم نحكي. يعني بترتاحي لما بتحكي معي؟ أنت مدري كيفك، عندك شي غير. كيف يعني؟ يعني عندك شي بخليني أحس حالي شغلة، بس لا ما جاوبتني، أنت شو بدك مني؟ ما بعرف، يمكن بحبك، يمكن. بتحبني؟ طب والمدام سميرة؟ ما فكرت فيها. وانتي؟ أنا شو؟ يعني بتحبيني؟ ما بعرف، يعني أنا أصلاً قلت لحالي أنت متجوز وجارنا. يعني شو، ممنوع إنه الجار يحب جارته؟ لا مو ممنوع، بس أنت عندك مرة وولاد، والله ما بعرف شلون بدها تزبط هي، ما عم بفهم. أنا عم أحكي عن الحب، أنت حق معك تربط الحب بالزواج، بس أنا عم أحكي عن الحب لوحده وهيك. بعدين مروة أنا ما عم أطلب منك شيء، بس إنه نلتقى ونحكي ونشوفك، عم تفهمي علي؟ ما بعرف، شغلة بتدوخ يا ستي. أنا حتى بهالجواب رضيان، على الأقل طلعتي وحدة فهمانة وعقلك كبير، يعني ما طلعتي وحدة هبلة. جبنا نار يا سلام. أهلين بالشباب. لك وينك أنت؟ شو مالك بيت؟ في بيت. والله فتلت عليك الدنيا لك عبود. أيوة عاد أنت بتعرف افتكرت الشاوي؟ خير شو فيك؟ سألنا أهل الحارة كلهم عليك، كلهم بيعرفوك بس ما حدا بيعرف وين ساكن. إيه هاد محبة أهل الحارة لبعضهم، بيخبوا على الغريب. خير. أبشر، الشاويش وافر. أخي بلا شاويش بلا ما نعيش. مالي بالقصة. أمان لك عبود، الله وكيلك أمان. أخي أنت شو بدك؟ أمن لك ولدين ثلاثة؟ عفواً حبيب لا تواخذنا، قصدي شابين ثلاثة، شروى أحسانه بتكسب فيهم سوا، أحسن مالهم قاعدين عطالين بطالين لا شغلة ولا عملة، وأنت بتقعد على كرسيك بتدخن أرجلتك يا أرض اشتدي ما حدا قدي، شو بدك أحلى من هيك؟ ويا سيدي إذا حبيت خليك بشغلك، هيك بتصير تلملم رزقك بأوقات الفراغ، شو خسران لك عبود؟ هذا شو مفتكرني خايف من الشاوي؟ خسر. شو قلت؟ القصة لك حامل إنه مو مصلحتي. حط إيديك ورجليك بمي باردة لك عبود. شو بنا؟ حامد وراك؟ أنا ببعث لك خبراء من عندي من هون بيحلوا لك القصة كلها. لك أبو حميد شغلة واحدة بس بدي أفهمها، أنت شو في بينك وبين الشاوي؟ ليش حاطط نقرك من نقرة؟ فشر لك عبود، فشر. أصلاً هو كله على بعضه ماله من آمن، بس الزمن بيحكم. صادفت إنه سجننا سوا وطبينا بنفس الأوش وعمل حاله شاويش علينا، بس راح زمن وإجا زمن، وعلى قولة الشاعر لكل دولة زمان ورجال. أنا شاعرة؟ شو أنا لك عبود؟ عم تحني بالعربي يلا. المهم راح زمن الشاويش وإجا زمن أخوك حامي. ولا عم الزمن والله، شغلة تار يعني.
لك اخي رب العالمين عم يقدم لك رزقه على البرد المصري، شو بدك احسن من هيك؟ بعدين الشاويش موافق بس بشرط. انا وين من اولها ما عاد بيشرط علي. لك هلا هو مو شرط شرط يعني تفاهم هيك بس مشان تقسم المطاري. بعدين اعتبرها خدمه لي مشان يرضوا عليك اللي فوق. سيدي شو بدك بتصيري هلا؟ طب قل لي قديش بتطالع هيك مصلحه بالانهاء؟ والله على حسب يا عبو، على حسب همتك انت والشباب. شو قلت؟ شوف اخي فيها نظر بس وينك في ناس اولى منك من الشاويش. مين قتلهم؟ رح اقول لك. اذا بقول لك اخواتي الصغار ما حصدقك. بس اتفاق اخي، خلي لي الشاويش من عجنة. لانه يا بدي اذبحه يا بدي يسيح لي دمه، ساعتها حيرجع على السجن ويعمل شاويش، شو قلت؟ اخي لا بتذبحه ولا بيسيح لك دمه. بتتفقوا انتوا اثنين، هو بياخذ الفترة النهارية وانت بتاخذ فترة المساء والسهر. العمى بقى لذوقي، نسينا نضيفكم، لك ابني جيب شاي وقاجوز للشباب بسرعة. هي هوياتكم، لا تنسوا تفضل مبروك عليك يا عبدو. الله يبارك فيك، بارك فيك، تفضل برجع. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك يا رب، بارك فيك. ما مشكلة خلاص. لا اخي الدنيا فيها موت وحياة، واصلكم مني 100,000 وين مليون 700؟ على الثقة سيدي على الثقة. سامح دنيا واخرة يا عبدو. الله يبارك فيك، خلينا خلاص مشي. معناتها لنا لقاء بالمحكمة. السلام عليكم. الله معكم. مع السلامة. اي سيدنا. كان عينك ابو شهاب. الله يرحمك. وهي 5,000 بس الله يخليك، ما بدي الاستاذ يروح يجي كثير. ها خلص وحياتك خالصه، بس ابو عبد الوقت سدد القرض اعتبرها خالصه. ماشي، شرف جهاد. شرف. لوين قاعدين؟ هي طار البيت يا ابو شهاب، شو بدنا نقعد نساوي؟ هاي فداك الولد الصغير؟ طالع بالنهار القصير 400-500 وراء. ايه هاد الولد صغير لكن بس هاد طول ما له واقف بالشارع بصير معه اشكال الوان، فالواحد بده يكون سكرته قبضاي. فهمت علي؟ لا والله ما فهمت علي. يعني انا بلشت متلم منها ودبرت راسي. الواحد مو بس بيتعلم من الدنيا، لا فوق منها 400-500 وراء. ايوه طيب الواحد كيف يشتغل له هيك شغله؟ يعني منين بيجيب دخان؟ الك مصلحه؟ والله ما بعرف، خايف. شرف. اخي اولا الله يعوض عليك، ثانيا خليهم معك. لا دخيلك، هدول دين لازم فيك اياهم، خذهم. لك اخي اتركهم معك، فجأة عملية لمالك وفجأة رح تجد ما بتعرف. لك اخي مشان الله، إذا ما وفيتك اياهم هلا بجوز بحياتي ما وفيك اياهم، خذهم بقى 5 سنين. بتعرف والله انقهرت على هالبيت. ليش انا ما انقهرت؟ وبتعرف اني كان فيني اشتري ما؟ لا والله فكرت انه مالك مصلحه. لك الي مصلحه. بس لو اشتريته كان بده يجعني قلبي. والله انت اولى من الغريب. مزبوط. بس ما بدي اتحمل ذنب انتظارك لهالبيت. مشان بالاخير يطلع هالانتظار هذا كله مأخر سميرة ولا عملية مالك يلي ما حدا بيعرف اذا كان ضرورية لا. أو حتى هذا الدين الصغير اللي عم ترجع لي إياه، أساساً أنا مالي حاسب حسابه، وبصراحة مالي محتاجه، ولا أني ناطره. كنت أفكر إنه هالبيت راح يكون نهاية مشاكل لصديق غالي علي، عم طلع شو؟ مثل الحلم. بتصدق؟ وقت اللي رحت لعند المحاسب وطلبت الفاتورة لما فكناه الجرصين لمالك، كنت عم بحاول اني ما بعرف شو بدي اقول. ما عم تقدر تعبر ما؟ لا لا يعني انا وقتها رحت لادفع مشان يعني كيف بدي اقول لك انه فعلا ما عم بقدر اعبر. فهمت عليك، فهمت. بدك تثبت لحالك انك بني ادم عادي بتحصل على خدمه، بدك تدفع مقابلها، مو هيك؟ بالضبط. بدي احس حالي اني انا مثل بقيه البشر، اني انا حدا. هيك بدي اقول لك انه يعني ما بعرف
على كل حال انا جاي على بالي اروح على المطعم هي انا وياه، شو رايك عازمه؟ ما بقدر، عندي شغله ضروريه كثير بعد الظهر، عائليه، اذا بدك بنروح بالليل. لا بالليل ما بقدر اروح، خاف اتاخر. حاكم رجا صاير لحاله وعم يحوس. الظاهر انه المراهقه جايته قويه كثير. قوم هلا قوم خليني وصلك مشان تضب المصاري، ما بيسوى تضلك عاملهم دايق فيهم. حماد الحساب. لا لا علي والله. لك على عمر خلص خلص خلص. خلص. لمس حواليك ماما. شوي شوي. شو ها؟ هذا الباب. كمل حبيبي شوي شوي. شو ها؟ كرسي. بعرف عليك. ننطر هون على طول، خلص بتعلميني ببيتنا. حبيبي ان شاء الله ما بتحتاج، لانه رح نعمل لك عمليه صغيره هلا بتقطع، بعدين بترجع بتشوف افلام كرتون كل شيء بيرجع مثل الاول. بس انا هلا عم علمك امي مشان تقدر تتصرف لبين ما تطيب. أنا بالنهار عندي شغل. إيه بعد الشغل، مسويات يعني. طيب وين بدنا نوقف؟ بعدين في خيرنا. ما لنا علاقة بحدا. عبود بينا وإنا نوقف. لك عبود ما له أمان، لا بحلل ولا بحرق. لك لا تحكي عنه هيك. عبود كثير قبضاي، أنا بعرفه. صاحبي. أنا موافق خيو، من طالة كم ليرة أحسن ما لنا قاعدين. لكوا شباب، أنا من ناحيتي رح أشتغل. إذا ما بدكم لحتى ألاقي حدا غيركم ها. لهلك رجا، مو نحن رفقات بننفع بعض. خلص كلها واقفة. أصبح أنا رح خبره العبود. وأهلك؟ أمي ببيت أهلها ما بين ما يطيب مالك، وأبي بتعرفه شغله بالليل. يعني ما رح يدروا؟ لك لا شو يدروا؟ أساساً أنا هيك شارطة العبود. ها؟ ليه مش شباب؟ شو مجتمعين عنا اليوم؟ خلصنا شغل من قعدنا. الله يعطيكم العافية. لك ليش ما نضيفهم؟ قوم قوم سوي لهم شاي يلا. أهلين وسهلين. ليكني عبود، هي عمل لك اياها بلعب الفصيح. هي هي المطالح ايش كانوا وقفوا فيها جماعتك معليش. شاوي قالوا لي انك موافق وانه اخذ بضاعه من عند منك بسعر ما بيعطوك. وبالله مين هدول اللي قالوا لك؟ عم حاكيك. ايه اسمع عبود، بس لو اعرف مين اللي ساندك مكبر لك راسك. جد وحياة عينك من فوق من فوق خير الله. إيه؟ تقدر شي تزعلهم؟ اعوذ بالله انا ما بدي زعلهم، بس ما دامك انت واصل لفوق يعني شو فهمت اللي منه؟ في حركه تنقلات وترفيعات ان شاء الله على 1/4، شو بيعرفني؟ تنباع بالعزا انت وياهم. اسمع عبود، انا بهمني ما زعل اللي فوق، بس انت كمان ما تزعلني ولا تشكل لي شغلتي. حصل يا بطل، سلام. ما جاوبتني البضاعة. شيل مو فاضي لك. شو ها؟ ما بتعرفي انه اسمه موبايل ما؟ بلا بس مشان شو؟ هذا إلي. إلي أنا؟ لك ايه مشان تحاكيني ومشان تحاكيكي. مشحون خالص وجاهز للاستخدام وهي الدليل. وهلا الرقم اللي رح يظهر عندك هذا رقمي، بس انت لا تدقي لي، ما انا رح دق لك. خايف من مرتك؟ انت بالناقص من شكلي. يمكن معك حق. على كل شكرا. هي شكرا حق.
على كل حال هالمرة مقبولة، بس المرة الجاية لا. أوكي عيون؟ أنا بصحي. امشي هلا بخلي لك وفرت مكياجك. انا شو مستعجل، لسه في وقت. لك هذا سامي بيك، ما حدا بيتاخر عليه. مين هذا سامي بيك؟ هذا حبيبتي بيك، بيك عن حق وحقيق. يعني شي بيقول لك احكي لي عن طفولتك، وشي بيقول لك احكي لي عن تجاربك بهي الحياه. يو يبعث لك حما، اين تجارب؟ ليش دخلنا الدنيا لك هبله؟ يعني هو قصده انه حدا لطشك، حدا تحركش فيك، بيحب يسمع. ايه وبعدين بيجي هالاكل من المطعم بيلبسنا هيك مثل الخدامات، بس خدامات تبعات اوروبا. يا اختي هو مرأة هيك بحب النظافه والهفهفه. بالله شو يعني بدنا نشتغل لفايات على اخر الزمان؟ لفايات شو لك حيوانه انت الثانيه؟ على لفايات قال، عم اقول لك مزاج وهيك، بجوز يقول لك ارقصي لي. بالله شو؟ يقبرني. سنذهب إلى المسرح، لكن والدتك تؤهل ذهابنا. لما كل هذا القلق؟ ليس من الضروري أن نكون أول الواصلين. بعد البيت. تعالي معي شوي. بعت البيت بمليون وثمانمية، قصتك 900,000 خديجة. ليش عم تعطيني اياهم؟ خلص شوفي ابوكي شو صرف عليك انت ومالك، كمان اعطيه اياهم رجعيهم. بابا مانو مستني انه نرد له شيء. انا ما بقبل خلي علي دين لحدا، واذا لازمك مصروف كمان خلي. قل له كرمال عيون مالك. ستي هذا حظنا، شو بدنا نعمل؟ البيت بعناه وحلو مطار يعني. مو بس هيك، نحن ما عاد في شيء نفكر ننطره، هلا كل شيء باقي بيناتنا هن هالولاد. وائل شبك؟ مشان عملية مالك أنا بدفع من هاي المصاري. ما حدا بيدفع قرش واحد عن ابني، مشكلتي هلا أنا مو بالمصاري، بالعملية، يعني لازم نعملها ولا لا؟ هلا أنت ليش عم تعاملني كأنه نحن اثنين مو واحد؟ ليش هلا نحن مو اثنين؟ أنت ببيت وأنا ببيت، يعني اثنين. أنت ليش هيك عم تحكي معي؟ ما بكفي قلبي مكسور على مالك؟ ولسه رجع، بس بده يكمل علي. رجع عندي، ونحن سبق حكينا واتفقنا، ايمتى ما بده يجي لهون يجي، انا ما راح امنعه. بس هنيك بقصد، معقولة يعني؟ معقولة نضل نصنا هنيك ونصنا هون؟ ستي، الدنيا واحوالها. ليك لا تمسكني من ايدي، بدك توجعني. انا ولادي ما عندي استعداد تفرط فيهم شو ما صار. اللي عم بيصير مع رجا شرع وقانون، وليكو موجود بالبيت، روح اقنعيه. بس هي ترباية ومسؤولية. سميرة لا تاخذيني يمين وشمال، انا جاي لعندك مشان موضوع محدد، هي حصة البيت تبعك، والولاد بدك تتركيهم عندي بدك تخليهم عندك، ما بتفرق معي. وبيبقى موضوع اخير واساسي، نحن التقينا بالمعروف، خلينا نطلع بالمعروف. بابا مشو. يا كيف بدأت نهارك؟ نعم، أول بارك. خير 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 خير. عن تجاعات؟ اجري. الغرفة تضج بالفقر، ولن نجد البطاقات حتى ولو كانت. طيب شو رأيك إنه نبيع هذا البيت ونشتري شي أربع عصابات ناحي الخزان بنعمره؟ لك يا أخي شو خص إنه نبيع ونشتري بموضوع هند؟ بعدين الأستاذ وائل ما له علاقة، ما حدا له علاقة معي. لك شو؟ شو ما حدا له علاقة؟ أنا أخوك الكبير وبعرف وين مصلحتك. إيوه. وشو ضامن لي؟ شو ضامن لك؟ إيه شو ما في ثقة. أخي يا بتحكي شو شايف على البنت، يا أما هلا بتروح تخطبني إياها. أخي مو 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 شايف شيء. أخي صراحة إنه أنا بغيابك تخلت أنا وأبو أسعد. ايه صار في مشكلة بيني وبينه. شو المشكلة؟
لا والله ما 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 ما, ما في لا هي مشكله، ما في شيء. شو ما هي لا هي ما في خلص ما هي بدك تحكي فهمني شو القصه؟ لو شو بدك فهمك كيف فهمها؟ اهي عبود فوت فوت على الغدا فوت بالكاري. لا لا معلش الله يسترك، مشغول لا بدي بالغاري ولا بالكاري. طيب تعال خذ البدله الباكستانيه تبعتك تعال. لا باكل هندي ولا بلبس باكستاني، حلوا عني جلاي يا اخوان. اخي انا بس بدي افهم شو صاير بينك وبين ابو سعد؟ خلصني احكي. اخي تعال لك تعال عود عود تعال تعال عود لحكي لك عود. شو رايك نبيع هذا البيت وناخذنا اربع اعصاب ناحية الغصة ناحية الخزان ومنعمره؟ لا شو خص انا بيع ونشتري بموضوع هنا. لك خلص هلا خلص كل هلا اذا هيك بدك تضل ملبس راس. شلون؟ عجبك الموبايل؟ ايه كتير منيح. يا ربك مو حد ذكي انه فيني حاكيكي امتى ما بدي. بلا طلع تحكي معي هيك والله بخجل. اهلين ابو هشام على راسي والله. مين ابو هشام؟ اهلين مدام. تكرم ابو هشام تكرم من عيوني على راسي. انت بتمر امر على راسي يا سيدي. خلص بالوقت يكونوا عندك بالتمام والكمال. مع السلامه. شو انت كمان عم تحكي مع ابو هشام؟ شو يعني وين غلط؟ ابدا ما في غلط. ايام شو بكي كانك مزعوجه من شيء؟ لا لسه ما انزعجت. شو القصه؟ ما في شيء بس الاولاد بده يروحوا على مدينه الملاهي. حكيت مع مرت اخي مشان نروح جمعه. شو علي يروحوا انبسطوا؟ ها لازمك مصاري؟ لا لا ما في داعي. شو اخوك مطول ليرجع من تركيا؟ لا هاليومين بيرجع. طيب اعطيني موبايلك لاحكي مع مرت اخي. اه تقيله من هالارض؟ لا ما بيمشي الحال لانه برات البيت. اه على راسي ليش وين موبايلي؟ بالسياره. اعطيني لقلك. تفضلي. لقلك ما في داعي باي. ليش منك يعني؟ مو على اساس متفقين مع حامد اخ الضاعه من عند منا؟ ايه بس ما عندي بضاعه. شلون هي؟ يعني بتقول له هذا حامد الزفت اذا كان فكر حاله هو الشوال انا رباطه. اخي انا مالي دخل مشاكلك انت وحامد. طالني برا. اي اطلع برا. ليش انت مو واحد من زلمه لحامد؟ أنا مو زلمة حدا حبيبي. اسمع لك هان قلت له هذا حامد بطيخ إذا كان مفكر حاله جايب شغلته من فوق. قلت له إنه أنا بقدر جيبه من فوق الفوق الفوق. فهمنا؟ ضحكتني حبيبي. أنا مالي على لا فوق الفوق الفوق ولا بتحت التحت التحت. أنا زلمة بدي بضاعة وبس. اسمع عبود انت بدك بضاعة ونحن ما حنعطيك بضاعة. شو رايك بهالغنية؟ روح عمي روح وايدك ما تعطي روح. دهلك شاويش انا ما بينحكى معي هيك. انا ما يبقى وشك وكمان مو انا اللي بتستفرد فيه وبسكت لك. بس انت اللي بدي لانك اتفقت علي مع حامي. اسمع بكل الاحوال روح نزل الضاعة اذا بدك ونزل صبيانك على السوق اذا بدك. ما عندي مشكلة. ليك شاويش بضاعة ما عاد بدي بس بطلع بخلتي مرة تانية لانه يا روح ما بعدك روح. أنا غير الخلق كلياتها لا قدامي ولا وراي. فهمها. مور شاويش. ما يمر عليك شاويش. شو شي معلم؟ حدا عم يزعجك معلم؟ لا يا قطة حدا بيسترجي يزعج شاويشة. رجاء ضبضب بغراضك وعلى الحارة يلا. أنا غراض. خد دواء سعري لعمك غليص وخلصني يلا.
أهلين شاويش. أهلين أبو. شاويش قول لصبيانك ما حدا يطلع لحن هون. اي حدا بيطلع لها حدا كلها بتشربها انت. لك عبود شبك شو خايف؟ خايف عليك يا حلوه. ايه شو عليك؟ يا ولد روحوا لعبوا بعيد، روحوا شوفوا شغلكم. عبود عبود مثل اخونا منيح هيك. لا بقى تعمل حركات معي. ولك عبود شبك انت بتعرف انه الشغله شغله رزق، رزق مو اكثر. وانت بتعرف اني ابن حلال ولا كدبحتك من المره الماضيه؟ ايه شو عليك؟ سكينتك يا صغار تعالوا عندي، تعال تو يا لهون. فاروق قلت لي رزقه خلصنا عبود، غلطه وصارت، وهدول بار 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 وحياتك بار. ماشي شاويش ماشي، تصطفل منك لحامد. هي صار لي عندك وحده، لا تقول اخذني غدر. خلصنا عبود، وشو تربيت الحاره ولد اخي الكفي بالمشكلة. ايه لك هاد محي الله ولد اخي، ها اتشرفنا. خد لك اي صبي من صبياني وخلعوا كفي نكون خالصين منيح. لا يا شاويش هي غالية غالية. خلص خلص مثل ما بدك. انا عم فكر مشان الصبي، انا خايفة عليه، انت طول وقت بالوظيفة وهو متروك للهوى. بعدين معلش يحط موضوعنا انا وياك على جنب شوي، يفكر بمصلحته. هو وجوده هون عندي احسن. ليكو بالحاره قصدي بالبيت، اذا بتقدري روحي واقنعي، بس بالاقناعها مو بالاجبار مثل عادتك. عموما انا بفضل اولادي يكونوا عندي حتى مالك، بس انا ساكت هلا بسبب ظرفه، يعني ما تتوقعي مني اني ضل ساكت على طول. ها رجعنا لنغمه انا وانت. ليش امتى رحنا لحتى نرجع؟ هلا شو يعني؟ شوفي سميرة، أنا الموضوع بالنسبة لي انتهى، بكرة رح شوف محامي وأعمل له توكيل. مشان هيك بتمنى أنه ننهي المسألة بأقل خسائر ممكنة. بالإذن. معلم عليك بري عليك يا ابو وائل، والله طلعت قبضاي. بس في شوية خرمشة على ايدي يعني. هلا هي بينحكى فيها هاي، بتقعد تعمل لي خرمشة وما خرمشة. ليك رجع شغلة الدخان باينتها ما عاد تزبط، بس إيه؟ عندي خلاص روح هلا انت على البيت. يلا سلام. وينها؟ ظبط انتينا. وينها؟ تعال تعال جد. امسك خلي هدول معك. بدك شيء؟ سلامتي. انت بدك شيء؟ سلامتي. هلا كان بخاطري. الله معك. شو هذا؟ اهلين جهاد. شو بك؟ والله ما بعرف يا رجل، ما عاد افهم شيء من شيء. بدها كل شيء يصير مثل ما انا متصوره، يعني انه تترك البيت وتمشي وضل كل شيء على حاله. والله مو ظابطة يا جهاد، مو ظابطة بنوب. في شيء جديد؟ أخي عندك محامي شاطر؟ والله فيه، بس شو؟ يا ريت تعفيني من هالمهمة، مع إني متعاطف معك. ماشي يا أخي ماشي. لك وقت؟ لا
لا اله الا الله. هلا كل ما بدي اقول لك وين هالرقم وين هالمبلغ بتقلي سجليهم نسريات. طب انا شو اعمل اذا موظف تموين فايت وموظف صحه طالع غير تبعون المحافظه والنظافه، شو اعمل انا؟ شو تعمل؟ إيه هيك صار بدهم ميزانيه لحالهم، شو على كيفهم الشغله؟ إيه لك كان على كيفي؟ لك اذا واحد منهم كتب ورقه او شكوى خدي مطاردات، والله بسنه ما بنخلص، غير هيك بتكلفنا 100 طاق. بس يعني زايدين هاليومين ما؟ شو على كيفنا؟ الله وكيلك يا بنت الحلال وعلى كيفنا. المهم هلا لازم نقيم قرشين على جنب مشان نطلع لنا شي طلعه، مو بس اخوك ومرته. امرك وين بدك انا جاهز؟ يعني اقل شي على اليونان. طيب ماشي ماشي. تعال هون، هذا الرقم شو؟ ليش ما عم تفرجي على التلفزيون؟ تعي 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 شو في هيفا وهبي شو لابسة؟ يخرب بيتها شو بيلبق لها؟ شو انتي كنتي لابسة هدول؟ ايه كان عندي مشوار. طب ما ضبيون مثل العالم والخلق؟ اش ريحتهم سجاير بتقتل. ليش عم تطلعي فيني هيك؟ لا قلت لحالي بلبسهم يعني وبغسلهم وبرجع بلبسهم مره ثانيه. ايه غلط لسه ما لبسته، كمان كنت تلبسوا لي اياه. قلت لحالي بلوزه مكشوفه مثل هاي وين رح تلبسيها؟ بالله وحضرتك وين لبستيها؟ ولا لا تكوني مفكره حالك شريكتي لانك بتعرفي مين جايب لي اياهم. لا اختي لا القصه مو هيك. لكان شو؟ اختي هدول اللي جايب لي اياهم ماهر، مشان ما بقى تساليني من الليك ماهر. خلص ما عاد بقى البسون، وإذا بدك بشتري لك بدالون، خلصينا. من الليك؟ من الليك؟ يا ستي هون حطنا الجمال. بالمناسبة أنا ما عم بلبس لك ثيابك لأنه بعرف قصتك أنت وماهر وتطمني. سرك ببير. بس لأنه في بالعادة نستعار من بعض على ما أظن. ولا تغير لأنه صار في مين يدفع. لا ما تغير. بس حاجة بقى نسأل بعض هالسؤال. من الليك؟ قال يعني انت ما عاد بقى تساليني بحياتك؟ طول ما انت ماشيه بالسليم ما رح اسالك هالسؤال. ايوه والله شو يعني سليم؟ كيف منميز السليم من اللي مو سليم؟ الكل بيعرف. طيب ما في نص سليم؟ ربع سليم؟ لا يعني بس يعني المهم الوحده ما تبهدل بين الناس. انو ناس؟ شو يعني انو ناس؟ الجيران، الاهل، القرايبين. ايه زهيرة. ايه 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 خلاص جاية. باي. شوفي. ما في شيء. ولا هذا السؤال بدال من الليك؟ لا يعني بس لأنه زهيرة هيك لبسها وشكلها وطلعتها وفوتها ما بتريح. أنت شايفة هي زهيرة؟ هي بحياته ما حدا مد إيده عليها ولو بنتفة. التياب ما دخلها بس هي بتحب هيك الموضة. بس يعني من الله كمان شي بيقلع العين. مو اتفقنا ما حدا يسأل التاني من الليك؟ بدل ما قلك من الليك كان فيني أسألك ليش كل هالغراض؟ شو ليش كل هالغراض؟ ماهر جاب لي اياهم لما طلع على حلب لحاله. ليش مين سألك لحاله ولا مع خالته؟ شو يعني؟ يعني كنت عم بسألك على السليم. يعني في بحياتنا سليم شوي، سليم كتير. السليم انه الوحدة منا ما تتبهدل. والله يا اختي شايفتلك انه السليم بهاليومين انه نقعد بين هالاربع حيطان نستنان لها شي عريس مثل ابوكي. هي كانت ما قلتي لي شو كان بدها زهيرة؟ شو كان بدها؟ لا تخافي بالسليم. إذا بدك البسيها هي البلوزة، أساساً أنا ماني حاسة حيجيني مناسب البسها.
يعني في أب بيحب يشوف بنته مطلقة؟ عمي أنت بتعرف قديش أنا بحب عيلتي وبحب أولادي وبحب لسميرة. أصبح شو الفرق بينك وبينها؟ الأول ما كان في فرق، بس هلأ صرت حس إن الموضوع مهين. يعني سميرة بدها تهينك؟ شو الحكي يا ابني؟ لك يا عمي أنا وضعي ما عاد مخبي على حدا، كلكم صرتوا تعرفوه، وهلأ أنا ماني مستعد أتحول لواحد مسكين وشحال. عملنا مثل ما بيعملوا كل عباد الله، رحنا سجلنا على بيتي بجمعية، وليك ناطرين عم نستنى. شو صار لك يا ست سميرة لحتى تعملي هيك هلأ؟ طيب هي ليكني، عم أقدم لكم بيت جاهز، ما عليك إلا تسكنوا. لك عمي لو كان هذا هو الحل كنا سويناه من أول مو هلأ. حتى لو تأخرتوا، من حق المرأة يكون عندها بيت مرتاحة فيه، ثم أنا أبوها ومن واجبي أقدم لها ما دمت مقتدر. الله يطول عمرك عمي، والله بعرف، بس كمان أنا بعرف إنه وسيم وماهر مو هذا رأيهم، وهذا حقهم ها، وكمان أنا لي حقي. أنا كل شيء عم بطلبه من سميرة إنه تحملني شوي صغيرة. شو نعمل؟ جمعية سكنية، قروض للبنك، دخل محدود، هذا اللي بإيدنا، شو نساوي؟ بدنا نتحمل، بس سياسة الأمر الواقع لا ما بمشي الحال بنو. عمي إذا شايفها صعبة عليك دين، اعتبر هالبيت دين، أنا دينتك حقه وسددني إياه على مهلك وعلى أقل من مهلك كمان. لو كان من الأول في هيك طرح كان يمكن وافي، بس هلأ صعب علي كتير. يمكن صار بدنا بداية جديدة أنا وسميرة، بس من عنا بالحارة. لا أنت هيك عم تصعب كتير. إي والله بقى لبحرزة سيدي، الدنيا كلها ما لها محرزة، خصوصا بعد هالعمر هاد، بعد الشقا والتعتير.